كمال اليوم كيف؟ ماض دفين يظهر أمام أعينهم. إذا خايف أقول لزوجك الحقيقة المخباية فلا تقلقي، سرك مدفون ببير غميق. يقلب موازين حياتهم. مو كل شيء نتمناه بنحصل عليه. يقف أمام خيارين، كأنكم مع بعض، إما مواجهته. أنا مستحيل أتخلى عن زينب. أو الهروب منه. خلاص أنا انتهيت. التفاح الحرام، الجزء الثاني، من السبت إلى الخميس 10:00 مساء بتوقيت السعودية على زي ألوان.